عودة مرة أخرى إلى مؤتمر المجلس القومي للقبائل العربية والمصرية بمنطقة أبو رواش بالجيزة لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية. نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحب بالسادة الضيوف من أي مكان، قبائل وعائلات، والرحب بالشرطة والرحب بالجيش، وإحنا مؤيدين للرئيس السيسي. شخصيات محترمة بتتكلم من القلب بدون ترتيب. حيوا معايا قبيلة أولاد سليمان المتمثلة في الشيخ عبد الجواد والشيخ مبروك والشيخ حمادة سعيد وأولاد عمه وشيخ أولاد الشيوخ أولاد سليمان جميعا. يا جماعة بجد مجهود جميل ومحترم لأولاد سليمان الجيزة. والآن نستمع إلى صقل من صقور المخابرات الحربية، صاحب لم الشمل بالقبائل المصرية والعربية، كان ليه مجهود وما زال وافر في لم الشمل القبائل المصرية في كيان واحد. رجل المصالحات، الرجل الذي قضى حياته في سيناء، قضى حياته في سيناء أكثر من 25 سنة محاربا للإرهاب والأعداء مصر. حيوا معي ابن مصر البار، الرجل الوطني، صقر المخابرات الحربية، سيادة اللواء أحمد زغلول مهران، مساعد مدير المخابرات الحربية السابق، فليتفضل. أنا بعد منك يا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كم ذا يكابد عاشقا ويلاقي في حب مصر كسيلة العشاق. النهارده انا حاسس ان النهارده كل اللي موجودين جايين في عشق مصر وحب مصر، وبيبعتوا رساله وفاء للسيد رئيس الجمهوريه على ما قام به خلال 4 سنوات الماضيه من انجازات ودوره المهم في انهاء حكم جماعه الاخوان المسلمين اللي حاولوا يسرقوا البلد، بس الحمد لله بقيادته هو ورفاقه استردينا البلد. فأنا بقول للقبائل أنا متشكر جدا على استضافتكم ليا هنا كقبيلة أولاد سليمان، وعلى رأسهم الحاج مهدي عبد الجواد والأخ العزيز الشيخ مبروك عبد الجواد. وإن شاء الله بإذن الله تعالى كل اللي انتوا عملتوه النهاردة في ميزان حسناتكم. ويعني أنا بشكر الأخ العزيز الشيخ حمادة ابن أبو رواش على دوره في مساعدة إقامة هذا اللقاء اللي احنا شايفينه امتداد للقاءات اللي تمت واللقاءات اللي احنا مستمرين في أدائها عشان نبعت الرسالة اللي احنا عاوزين نقولها عالميا ودوليا ان احنا خلف القيادة السياسية الحالية، عاوزين نكمل مشوار إن شاء الله بإذن الله تعالى. النهاردة اللي حصل بنقول لكل المشككين إن القبائل وراء رجل واحد هو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنقول له استكمل مسيرة كلنا إن شاء الله ورا حضرتك. هيبقى 3 أيام اللي جايين يوم 26 27 28 3 هيبقى يوم عرس، 3 أيام فرح. مصر كلها إن شاء الله هتكون أمام صناديق الاقتراع، مصر كلها هتقول كلمتها إن شاء الله. بيكو وبشبابنا كقبائل هنبقى في الريادة دائما. وأنا بشكر شكر خاص لوالدي وأبي الدكتور محمد البطران اللي إحنا بقالنا أنا وهو أكتر من أسبوع بنرتب إزاي هذا اللقاء يطلع بالشكل ده، وانا بشكره شكر خاص عشان ده رمز كبير رموز القبائل. هو النهارده اللي قال كلمه كلنا خلفه ان كان قيادات كبيره جدا 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 كانت موجوده في توقيت حرج من الدوله، تمام، كانوا السياسيين وابناء القبائل وقفوا وراهم، والحمد لله عدينا المرحله. انا بشكر رمز كبير جدا للقبائل ايضا الربان عمر سميدة، عمر المختار سميدة رمز كبير كلنا لازم نعتزي باخلاقياته ودوره المهم مع القبائل. نشكر ايضا
السيد النائب المحترم وكيل مجلس النواب سليمان بيك وهدان ابن القبائل على دوره المحترم، وبشكر حضور السادة النواب المحترمين سيادة الوزير طاهر أبو زيد، سيادة النائب محمد إسماعيل، علاء بي والي، كل الموجودين بشكرهم جدا جدا، وبشكر الأستاذ النائب المحترم أحمد رستان مشرف البرلمان ومشرف القبائل نائب الأول البرلمان العربي على حضوره وعلى كلمته، وبشكركم جميعا، وإن شاء الله إحنا سيرين في مسيرتنا اللي إحنا حطيناها في لقاءات تانية وفي مؤتمرات أخرى نستهدف منها إن إحنا نحشد شعبنا وأبنائنا أمام صناديق الاقتراع، ومشكر جدا على الاهتمام، وربنا يكرمكم يا فندم، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لمعالي اللواء أحمد زغلول الحمار. وطبعا ما ننساش دور التحكيم العرفي والمحكمين العرفيين المحترمين، منهم في أولاد سليمان الشيخ سليم بودخيل السلماني والعمدة نجاح خاطر، كل دور رموز التحكيم العرفي، وحضراتكم طبعا. الآن نقدم صوت المرأة والشباب بالبرلمان المصري، معالي النائبة المحترمة الدكتورة مي البطران، فلتتفضل. طبعا كل التحية للسادة النواب المحترمين وزمايل الإعلاميين، كل التحية والتقدير ليهم. عبال ما تجهز الدكتورة مي، رحبوا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم. احنا موجودين النهاردة طبعا، لازم اشكر قبيلة واخواتنا من قبيلة اولاد سليمان والشيخ عبد الجواد وكل اهلي وحبايبي، وعايزه اقول لكم ان الشيخ مهدي عبد الجواد والحاج مبروك، ولازم اقول لكم احنا عندنا سببين للفخر. اول سبب لان احنا اولاد الابايل، اولاد الاصل، واللي عندنا جدور ماسكين في الارض، واللي عنده جدر ما بيتوهش، وعلشان كده احنا كمان فخر تاني ان احنا مصريين، واللي عنده بلد زي مصر لازم يقف مع بعضه ايد واحدة ويدعمها، لازم يفكر في بلده واصله ويحافظ عليه، زي ما احنا بنحافظ على نسبنا وشرفنا، وزي ما بنحافظ على عوائلنا، احنا لازم نحافظ على بلدنا. والانتخابات هي فرصة ان احنا نبين قوتنا، وان احنا ازاي معتصمين مع بعض زي ما ربنا قال، لصالح بلدنا ولصالح وطننا ولصالح مستقبلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت دي واحد سؤال. انا بس عادي يا عم، بجد الشخصية خاوة خاوة من فوق تلك يا عرب، وانتو عمار الكون من بلدين بلسانك النزمة من هوا والناس بتعمل هوا فرنسا ويلكم جاملكم وجامل جاور مصر غالة اختيزين اتفقوا المظلوم بالبارن بشكل الشريعة الواسعي وفيه ولكن لما عليك يا جماعة بس نزل المنصة حالة لا يا فندم بس نزل بس ان احنا جينا احنا جينا انا جاي برضو التفريق الجمعية انا تبع الجمعية طبعا عايز على العهد.